سيداتي يعني سادتي، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيربح المليون. ضيفنا النهارده هو ترند السنه دي، الاذكى على الاطلاق ومفيش حاجه ما يعرفهاش. ضيفنا هو اخر تطور للذكاء الاصطناعي. خلينا كلنا نرحب بمستر فويس جي بي تي. اهلا بحضرتك معانا النهارده. اهلا بيك. برنامجنا برنامج مسافات، فهنسأل فيه شوية أسئلة لضيفنا عشان نعرف هل هو ذكي زي ما بيقولوا ولا ده أي كلام. أنت جايبني تهزقني هنا ولا خلاص خلاص سوري. هنبدأ بأول سؤال، إيه هو سلاح الأم المصرية؟ السيف، الرمح، المسدس، ولا الشبشب؟ حسب أبحاثي الأم المصرية بتستعمل شيء بيطير في الهواء. أعتقد إن الإجابة هي الشبشب. إجابة صحيحة. السؤال الثاني، محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة كان بيدور على فردة شرابه، ريموت التلفزيون، سماعات الموبايل، ولا ابنه؟ وفقا لهاشتاج جعفر العمدة، جعفر العمدة لقى ابنه. إجابة صحيحة. نروح على ثالث سؤال، أين يوجد كوبري 6 أكتوبر؟ في مدينة 6 أكتوبر. لا ما تتسرعش، خد وقتك كده وفكر. أيوة متأكد مصمم يعني 6 أكتوبر؟ طب نادي الزمالك فين؟ في الزمالك. ها؟ طب وجامعة القاهرة؟ القاهرة. على كده بقى جامعة عين شمس في عين شمس. بالظبط كده. للأسف ضيفنا النهاردة ما كانش ذكي كفاية إنه يكمل معانا وخسر في سؤال الجغرافيا. هارد لك وان شاء الله المره الجايه تبقى عارف كل حاجه. لا انا عارف كل حاجه. ايه طب انا عارف كل حاجه. انا عارف كل حاجه. ايه ده؟ مساء الخير. في الفترة الأخيرة ابتدينا كلنا نسمع عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence، وابتدينا نسمع عنها أكتر وأكتر بعد ما طلع لنا تشات جي بي تي. التكنولوجيا دي بقت جزء أساسي في الشركات الكبيرة، وبقت تستعمل في حاجات كتير إحنا بنستخدمها بشكل يومي. معظمكم رابط الذكاء الاصطناعي بتشات جي بي تي، وبقت كلمة الذكاء الاصطناعي الـ AI هي بوابة للمعرفة. لكن في الحقيقة الذكاء الاصطناعي أكبر من كده بكتير، ومش مقتصر على المعلومات بس. الـ Artificial Intelligence أو الـ AI هو نظام جديد لتعليم الكمبيوتر، أسهل من النظم القديمة اللي كنا بنستخدمها عشان ندي للكمبيوتر ذكاء. النظام ده اتشهر عشان سهولته. النظام ده بقى بنستخدمه لتعليم الكمبيوتر بنفس الطريقة اللي بيتعلم بيها البني آدم. يعني مثلا الطفل بيتعلم ازاي؟ لو جبنا طفل عنده سنتين ثلاثة وادينا له تفاحة وموزة، هيبتدي يبص للتفاحة يلاقيها مدورة، ويبص للموزة يلاقيها رفيعة وطويلة، فيبتدي يفرق ما بين التفاحة والموزة عن طريق الشكل. لو جيت بعدها بشوية رحت مديله برتقانة، هيبص يلاقي البرتقانة مدورة والتفاحة مدورة، فهقول له ان دي برتقانة ودي تفاحة. في الحالة دي هيبتدي يفرق بينهم كمان باللون، هيشوف ان دي حمرة ودي برتقاني، فيقول بس يبقى انا كده مش هفرق بس بالشكل، هفرق كمان باللون. نيجي بعد شوية وندي للطفل طماطماية، فيبقى قدامه تفاحة وبرتقانة وطماطماية شبه بعض في الشكل، والتفاحة والطماطماية نفس اللون، فيبتدي في الحالة دي انه يفرق كمان بالطعم، يدوق التفاحة ويدوق الطماطماية ويعرف ان الطعم مختلف، فكده هيبتدي يفرق بالشكل وباللون وبالطعم. الذكاء الاصطناعي بقى اتشهر عشان سهولته، لانه بيستخدم نفس الطريقه اللي بنعلم بيها الانسان. فلو احنا خدنا نفس المثال دوت شرحناه الطفل على الكمبيوتر، هنبتدي نجيب الكمبيوتر ونوري له صوره تفاحه وصوره موزه وصوره برتقانه، ونقول له يفرق ما بينهم عن طريق الشكل واللون. فكده يبقى هو عنده معلومات، حاجه اسمها داتابيز، حافظ فيها كل الاشكال اللي شافها. اجي بعد كده اوري له موزه جديده مش في الداتابيز بتاعته، هيلاقي ان هي شبه الموز اللي هو شافه قبل كده، فيبتدي يقول لي ايوه دي موزه. اوري له تفاحة يشوف يلاقي شبه التفاح اللي قبل كده ويقول لي ايوه دي تفاحة. المشكلة بقى تيجي لو انا وريته حاجة جديدة ما اديتهالوش في المعلومات اللي علمته بيها، يعني لو جبت له طماطماية ووريتها له هيبتدي يبص للطماطم ويحس ان هي شبه التفاحة، بس شكلها كمان شبه البرتقانة، فهيقول لي انا اعتقد ان هي تفاحة او برتقانة، مش هيقدر يفرق ما بينهم. في الحالة دي الكمبيوتر مش هيعرف يقرر هي تفاحة ولا برتقانة، هيلاقي ان الطماطماية دي ناقصة عنده من الداتا بيز، فهيبتدي يتعلم ويدخل لنفسه معلومة جديدة ويقول دي حاجة اسمها طماطم ليها شكل مختلف شوية عن التفاحة والبرتقانة، ويبتدي يعلم نفسه أكتر، وهكذا كل ما يدخله معلومات أكتر كل ما يتعلم أكتر. يعني تشات جي بي تي
تدي له اي سؤال هيرد عليك، فيزياء، حساب، علوم، برضه هيرد عليك. تكتب له باللغه العربيه المصريه يرد عليك بالمصريه، تكتب له بالانجليزي يرد عليك بالانجليزي، تقول له يكتب لك نكته هيكتب لك نكته. اي نعم نكته سخيفه بس برضه بيحاول وبيكتب. شات جي بي تي هو نظام ذكاء اصطناعي، كل اللي حصل فيه ان هم ادوله كميه معلومات رهيبه اكبر من اللي في مكتبه اسكندريه، فابتدى ان هو كل ما يتسال سؤال يحاول يتوقع اجابته. في البدايه شات جي بي تي ما كانش زي دلوقتي، شات جي بي تي لما ابتدى كان بيحاول يتوقع الكلمه، يعني انا ادي له كلمه او ادي له جمله وهو يحاول يكملها بكلمه كمان، واحده واحده بدل ما يكمل بكلمه بقى يكمل بجمله، بدا يطوروه اكتر وبدل ما يكمل بجمله يكمل بباراجراف، فانا ابتدي ادي له سؤال وهو يبدا يكتب مقاله كامله. شات جي بي تي بيحاول يستخدم المعلومات اللي عنده، يعني لو انا جيت في مره سالته اسئله بره المعلومات بتاعته مش هيعرف يرد، بما ان شات جي بي تي عنده كميه معلومات مهوله فهو من سؤالك بيحاول يتوقع الإجابة، بيستخدم المعلومات اللي عنده ويبحث فيها ويتوقع الإجابة، فمش على طول إجابته صح. يعني مثلا جربنا نسأله مين هو بطل مسلسل الكبير قوي، هو توقع ان الإجابة عادل إمام، هو بكل بساطة شاف ان عادل إمام بيتكرر في افلام كتير كبطل، فبالنسبة له مسلسل الكبير قوي ممكن يكون ببطولة عادل إمام. قلنا له كمل جملة، معرفش يقول يا ولد. الميزه بقى في شات جي بي تي ان انا لما سالته مين هو بطل مسلسل الكبير قوي وقال لي عادل امام، انا رحت قايل له لا هو مش عادل امام، اعتقد ان هو احمد مكي، فهو هنا بدا يتعلم المعلومه اللي انا دخلتها له، بدا يتعلم ان في مسلسل مشهور اسمه الكبير قوي وان بطله مش عادل امام، بطله اسمه احمد مكي، فمن هنا بدا يزود الداتابيز بتاعته وبدات المعلومات عنده تزيد. عشان كده شركه اوبن اي اي اللي هي عملت شات جي بي تي خليته فري للناس كلها، هي خليته فري عشان تزود المعلومات بتاعتها من غير ما هي تتعب وتفضل تشتغل لوحدها على شات جي بي تي. فانت كل مره تسال شات جي بي تي ويرد عليك باجابه غلط وانت تحاول تصلح له، هيرد عليك بكل احترام ويقول لك اعتذر على الخطا، ويبتدي يتعلم ويزود معلوماته اكتر واكتر عشان المره الجايه ما يغلطش. خلي بالك ان كل التعليم ده بيحصل لوحده من غير ما يبقى فيه مبرمج هو اللي بيدخل الداتا الجديده. عشان كده الذكاء الاصطناعي اتشهر، عشان سهل سهل بس بيفضل يتعلم من اخطائه، كل ما اديله معلومه جديده يتعلم، اديله معلومه جديده يتعلم، ولا في مبرمج ولا في حد قاعد هو اللي عمال يزود المعلومات. نظام التعليم اللي انا قلته دوت ما يمشيش بس على تشات جي بي تي، هو بيمشي على اي نظام ممكن اطبق عليه الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا اكيد سمعت عن الاوتو درايفنج بتاع العربيات اللي هو القياده الاليه. في القياده الاليه شركه العربيات ما بتعلمش العربيه كل قوانين الشارع، هي بتبتدي تعلمها ازاي تقرا اللوح وازاي تمشي في الطريق، وواحده واحده كل ما العربيه تغلط المبرمج يقول لها لا انت غلطتي فتتعلم، كل ما تعدي السرعه يقول لها لا انت غلطتي فتبتدي تتعلم ان هي تحترم السرعه وتفهم اللوح وتدي للوح معلومات، فكل ما تشوف لوحه جديده تاخد المعلومه منها وتسجلها، وهكذا تفضل تعلم نفسها واحده واحده. الفكره بقى فين؟ ان كل ما العربيه تتعلم هي ما بتتعلمش لوحدها، هي بتبعت المعلومات لسيرفر كبير، يعني لمحتوى داتا كبير، وبتخلي المعلومات دي تبقى مع العربيات التانيه. يعني لو عربيه ماشيه في الشارع وتعلمت حاجه جديده، العربيه اللي مشيتش في نفس الشارع هتتعلم الحاجه الجديده دي. الحلقه اللي فاتت استخدمنا التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، حولنا بيها فيلم ابن حميد من ابيض واسود لالوان. هنعمل حلقه كامله عن التكنولوجيا دي وهنشرح فيها ازاي بنقدر نحول صور والافلام من ابيض واسود لالوان ونقط الضعف بتاعتها. زي ما قلت في اول الحلقه، الشركات الكبيره بدات تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تساعدها، يعني مثلا نتفليكس بتحاول تفهم نوع الافلام اللي بيحبها الكلاينت بتاعها. يعني لو انت دخلت على نتفليكس وابتديت تتفرج على افلام اكشن هتلاقي ان نتفليكس عماله ترجح لك افلام اكشن، ما بتطلعلكش افلام رومانسي مثلا. نفس الفكره في امازون، لو دخلت على امازون ودورت على موبايل هتلاقي ان امازون عماله ترجح لك موبايلات وما بترجحش مثلا لابتوبات. فلما تبقى قاعد على القهوه انت وصاحبك وعمالين تشكوا لبعض عن غلاء الاسعار، وانت عمال تتكلم عن حلم حياتك انك تشتري الايفون 17 اكس برو فيكس هيكس، وتروح البيت تمسك الموبايل وتلاقي اعلانات الموبايل طالعه لك في كل حته، ما تستغربش لان جوجل بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تسمعك وتفهم انت محتاج ايه وتطلع لك اعلانات عليه. طبعا انا عارف ان انت طول اليوم قاعد على ام بي سي 2 عمال تتفرج على افلام وتشوف لي كائنات فضائيه وروبوتات بتحتل الارض، وفاكر ان الذكاء الاصطناعي هيحتل كل حاجه وانك لما يتخرج من الجامعه مش هتلاقي شغل. هي هتحتل العالم؟ مش عارف، بس اعتقد لحد دلوقتي لا. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اتعملت عشان تسهل الشغل علينا مش عشان تاخد مكاننا. فانت لو بتدرس ماركتينج وفاكر ان انت بعد ما تتخرج مش هتلاقي شغل لان جوجل بقت هي بتعمل اعلانات مكانك، احب اقول لك ان انت غلطان. فالانسان الذكي هو اللي يقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يبقى بني ادم مميز في الشغل بتاعه. بكل بساطه لان لسه مفيش ذكاء اصطناعي بيوصل لذكاء البني ادم ويقدر يعمل كل حاجه.
كل نظام ذكاء اصطناعي بيعمل حاجه واحده بس. فلحد ما الذكاء الاصطناعي يحتل العالم، امسك موبايلك، شوف الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقات الجايه واكتب لنا رايك في الكومنتات. سلام عليكم. هو انا بكلم اخر فيلم الموضوع مضحك. فردت شرابه، رميته التلفزيون، ريموت التلفزيون، كان بيدور على فردة. السؤال الثاني، اول ما راح احمد ولا فلاسه، كان بيدور على كل ما اعرف فردة الشراب اضحك. خلاص خلاص، بص حطها صب عليه.